الله وبركاته، اتمنى من الله ان تكونوا بخير وصحه جيده. يا ريت بعد اذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولا نوفيكم بسعر طن السكر في المصنع اليوم 2022. تم اصدار قرار من جميع المصانع المحليه المنتجه للسكر بانها سوف تقوم ببيع طن السكر بمبلغ 10,000 جنيه و500 تسليم السيارة على أرض المصنع، ويعتبر هذا السعر أقل من سعر التكلفة بحوالي 200 إلى 300 جنيه مصري. ولقد صرح رئيس شركة سكر البنجر إلى أن سعر طن السكر الحالي أفضل بكثير من أسعاره سابقا، حيث كان سعر الطن سابقا أقل من 8,000 جنيه، وذلك نتيجة نظرية حرق الأسعار والتي قام باتباعها الكثير من الشركات والتجار. سعر طن السكر السايب، يوجد زيادة ملحوظة في أسعار السكر بالطن تصل إلى حوالي 2000 جنيه مصريا بالطن الواحد، وأصبح سعر الطن 10,500 جنيه مصريا بدلا من 8,000 جنيه مصريا. ولقد تم ارتفاع الأسعار عالميا ليصل إلى 550 دولارا للطن الواحد، ويرجع السبب إلى ارتفاع سعر طن السكر جملة اليوم، لأنه ببساطة السعر العالمي يتأثر بشكل ملحوظ بالأسعار المحلية. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار طن السكر في المصنع اليوم 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، دعمنا بلايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.